انت حتى كست بيت ناجحه اللي انا شفته، تعرفين الطبخين، طباخه ماهره، لانه احب عندك مدبره منزل وانت تحبين تشتغلين بالبيت. صح، هذا الشيء من كنتي صغيره بالبيت، انه انت شلتي مسؤوليه اهلك وتشتغلين بالبيت وتدرسين وتشتغلين وتنظفين وتغسلين. لان يعني الناس مفكر انه الفنان لا، انه عايش حياة. لا لا، انا من وانا صغيره كان عندي هذا دائما كان عندي هذا التخوف من المستقبل. يعني انا الكبيره في البيت بين اخواني، وكان عندي دائما اللي لا انا اللي راح اكبر واشتغل واسوي حق اهلي، يعني ما اخصصهم من ولا شيء. وانا يعني اتخيل يمكن انا اقول من الناس المحظوظه اللي كل شيء حلمت فيه وانا بهذا العمر الايج الصغير كل بالتفاصيل وصلت له، كل يعني كنت كاني كنت يعني قاعده اشوف حياتي شلون ماشيه قدامي وانا لسه ما سويت فيها شيء. وانا اعتبرها هذه نعمه، هذه نعمه من الله. وكمان اسرار انك توصل للشيء اللي انت تبغيه، يعني طموحات اللي طمحت يعني تاخذ الاحلام اللي كنتي تحلميها تحققت شيء كلها من عدتها. طبعا اكيد مش كلها تحققت، بس يعني حتحقق جزء منها. بس كان عندي دائما هذه ان انا شايله مسؤوليه، انا اللي لازم اسوي كل شيء. فعشان كذا يمكن لما سكنت لوحدي كمان تعلمت اشياء كثير وشلت مسؤوليه كثير كبيره، وعرفت شلون ادفع فواتيري وشلون ادفع اجاري وشلون يعني من اول ما جيت. وهذا هذه الاشياء انا ما كنت اسويها. بلس انه وانا في المغرب يعني قبل لا اطلع من 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 المغرب اجت فتره ماما كانت مضطره انها تسافر عشان شغل. فانا كنت انا اللي شايله البيت وقتها، ما كان اختي الصغيره كان بعدها ما انولدت يعني.